مركز الطب العدلي العسكري التابع لمديرية الأمور الطبية يسلم رفات 20 شهيدا من شهداء مجزرة سبايكر إلى ذويهم. مشاهدينا الكرام تابعونا والتفاصيل. على نهج احنا كمركز الطب العدلي العسكري تم تسليم الوجبة هذه 35 وعددها 20 شهيد بتعاون ورعاية كافة المراجع وإشراف من مديرية الأمور الطبية المتمثلة بالمدير وكافة المعاونين. أخو الشهيد مصطفى خالد عباس المغدور في سبايكر، تم بلاغنا باستلام الشهيد مصطفى خالد عباس. جينا لهنا لقينا التسهيلات بالأمور، يعني ما قصروا ويانا العسكريين والضباط، وتم تشييعهم تشييع يعني عسكري. حاليا اليوم متواجدين في مركز تسليم الشهداء، طبعا والإجراءات اللي شفناها من قبل العوائل من قبل المركز إجراءات يعني جدا سلسة ومشكورين.